أهلاً 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 بحضراتكم. طيب لازم نسأل سؤال، هو ليه في أزمة في بعض الأدوية؟ أنا مش هقول لك هناك نقص في الأدوية، أنا هقول لك في أزمة في بعض الأدوية، أبرزها الأنسولين والتروكسين شبه مش موجودين. طب الأدوية المستوردة مش موجودة، طيب ليه؟ ده أول سؤال لازم نطرحه، ليه مش موجودين؟ ما ينفعش يا جماعة يبقى في عندنا أزمة في بعض الأدوية اللي فيها احتياج شديد، وهذا الاحتياج بالمناسبة يهدد حياة الناس. أنسولين يعني حياة، ما فيهاش هزار. طيب فالسؤال لسه عمرو زكريا بيقول لي ده الضغط مش لاقيه. شوف في أصناف كتير مش موجودة، مش هقول لك كلها، لكن في أصناف مش موجودة بالذات أي صنف، أو بالأدق أصناف مستوردة في أغلب الأحوال مش موجودة. ليه؟ ده سؤال. السؤال التاني هنعمل ايه؟ طيب الواقع بيقول انه البرلمان قايم، الحقيقة البرلمان قايم، مجلس النواب تحديدا قايم. خليني اخد معانا على التليفون سيادة النائب دكتور ايمن محسب، عضو مجلس النواب، منورنا. اهلا بيك يا سيادة النائب. ازي حضرتك؟ عامل ايه يا دكتور؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله يا فندم. ايه القصة بتاعت نقص الانسولين وتروكسين وبعض كمان الادوية المستوردة اصبحت شبه يعني معدومة في الصيدليات؟ طبعا الحقيقة الأكيدة إن حضرتك عارف طبعا إن 15% من سكان العالم عندهم، يعني وفقا لتقرير الاتحاد الدولي 15% من العالم عنده أزمة الأنسولين، أزمة السكر. إحنا عندنا 11 مليون مريض سكر في مصر، الهيستوري بتاعتنا إحنا مع المرض ده بتتفاقم بشكل غير طبيعي، سلوكياتنا وعاداتنا وضغطنا وطريقة أكلنا والمصريين بقى والأكل المصري والبيت المطبخ المصري، هذه العادات والتقاليد والأسعار المصري عايشين فيها عايشين فيها، عاملة الحقيقة ضغط كبير جدا على الأنسولين تحديدا. طبعا مش بس ده الموضوع، احنا بنشرح الأزمة الأهم أو نتكلم عن الوقاية الحقيقية للموضوع، إنما طبعا في يعني نقدر نقول الإجراءات الجمركية المرتبطة بالإفراج عن الأدوية، أنا كنا عامل طلب إحاطة في هذا الشأن، وقال لازم تيسر أكثر من ذلك وفورا، لسه ما زلنا برضو في حاجات ولا سيما الادويه انا مش محتاج بقى شهاده منشئ، انا في او يعني في شركات ادويه عالميه معروف الادويه دخلت مصر 50,000 مره، دخلت مئات المرات، بتخش كل يوم بتخش كل شهر، مش همشيها وانا عندي ازمه وعندي اشكاليه اخرى في الاستيراد مرتبطه بالدولار، كمان ازودها انا في الاجراءات وافضل ماشي بنفس الاجراءات القديمه، لازم يكون في تيسير اكتر. هذه الفجوه وهذا البطء في تيسير الاجراءات طبعا مزود الازمه اكبر، يعني في عندنا اشكاليتين، بنتكلم ان هذه الادويه مستورده في المقام الاول وهي غليت برضه بره في العالم الحقيقه، واخد بال حضرتك، واحنا غاليه علينا لانها جايه مستورده من بره، وكمان احنا مبطئين الاجراءات وماشيين بنفس النمط القديم وكان ما فيش ازمه. يعني هي الاشكاليه ان لابد ان الوزاره الحقيقه والسيد المسؤول عن الجمارك يبتدي يغير بقى الاليه دي، ما دام دي يعني اصناف معتمده ودخلت مصر مره و52 مره، خلاص تدخل فورا من عطش الصنف معتمد والشركة التي معتمد تقوم بالاستيراد معتمدة والآلية معتمدة بالزبط وجهات المنشأ معتمدة بالظبط، وبرضو احنا واقفين على أوراق وواقفين على إجراءات بيروقراطية وكأنها بتخش لأول مرة كل مرة، يعني الحقيقة شيء سيء جدا، يعني وكأن الصنف بيدخل أول مرة كل مرة، وعينها زي ما سيادتك ذكرت بالتحديد الصنف معتمد، الشركه معتمده، في سي في، في صفحه بيضاء لشركات كبيره، اسهل عشان الامراض واسهل عشان المرضى واسهل عشان الناس، يعني هي دي الازمه لو سيادتك بتدور على الحقيقه. طب ايه ردود وزاره الماليه على ده دكتور ايمن؟ يعني احنا عندنا لوائح بتحكمنا، احنا عندنا ما اعرفش ايه بتحكمنا، كلام الحقيقه يعني للامانه الشديده يعني لا الردود ما تشفيش غاليلنا، وما مش يعني بتحس ان الموظف مرتبط باللائحه والقانون اكتر من مرتبط بالانسانيه والبني ادم والمسؤوليه العامه، انه يلتزم بالقانون. انا افهم اللائحه والقرارات الوزاريه في ايد الوزير انه يغيرها يلغي طبعا هذا ويضيف ذاك طبعا، لماذا لا يفعل؟ شيء غريب بصراحه. ان الاوان يا يوسف في ان احنا نقول ان في اصناف زي ما سيادتك ذكرت بدقه معتمده وشركات معتمده وكذا وكذا، خلاص يفتح عليها مجال تستورد فورا، ما تعيدش القاره بقى من جديد تاني. طيب يعني الحاجه اللي بتاخد يوم في الدخول بيتعاملوا معاها كانها جديده فبتاخد لها شهرين ثلاثه.